سلام حبوباتي، نتمنى انكم كامل بخير وبصحة جيدة وعافية. مرحبا بكم على قناتي سيوريس سور لغاتو. اول حاجة نطلب منكم انكم تضغطوا على الجرس لكي يصلكم الجديد من الفيديوهات. اليوم راح ندير لكم ام تي غوسيت سامبا اللي هي لي لازانيا باللحم المفروم. غوسيت سهلة وبسيطة ولكن روعة في المذاق، نتمنى انكم تجربوها وتعطيني رايكم. نمر ونشوف المقادير مع بعضنا. هنا نحتاج 300 غرام من اللحم المفروم، من 250 إلى 300 غرام، حبة جزر مبشورة، نعم حبة جزر مبشورة ما يكونش غلطين، حبة بصل مقطعة، والقليل من الكرافس كما راكم تشوفوا يعطيها طعم رائع ولذيذ للغاية. وهنا أخذت 4 حبات طماطم، قشرتهم، نحيت لهم القشرة متاعهم وطحنتهم، يعني عصرتهم وبيض طحنتهم كما تحبوا، مغرفة تاع زيت زيتون بطبيعة الحال لازانيا، ورق اللازانيا. هنا نحتاج قليل من الملح، الفلفل الأحمر والفلفل الأسود. أنا هنا خديت بوافغ بلون، انتوما تقدروا ديروا الفلفل الأسود ما كانش مشكل. في الطنجرة تاعي نحط الزيت الزيتون، تقدروا تستعملوا زيت عادي بس مش مشكل عادي، ونزيد عليه البصل ونخليهم يتقلاو لبعض الدقائق، جست يتقلاو شوية برك مش برشا. بطبيعة الحال المقادير اللي عطيتهم لكم هما باش تحضروا بهم صلصة اللازانيا أو صلصة البولونيز. من بعد ما تقلى البصل معايا شوية نزيد عليه الجزر المبشور والكرافس اللي قطعته. فرانشمون الكرافس يزيد له بنة على بنة. أنا هذا الوصفة علمتها لي امرأة عجوز إيطالية اسمها ماريا، من ولاية فلورنس في ايطاليا. فرانشمون ذقتها مره عندها وعجبتني بالبيان، طلبت منها انها تعلمها لي، الحمد لله نجحت معايا اكثر من مره وتجي كل مره رائعه في المذاق. بعد ما تقلى البصل شويه هو والجزر، نزيد عليه اللحم المفروم والتوابل اللي هما البابريكا او الفلفل الاحمر والملح والفلفل الاسود. كما قلت لكم انا هنا استعملت الفلفل الابيض، مي فرانشمون ما يعجبنيش بيان، اكثر يعجبني اكثر الفلفل الاسود. ونخلي الجميع المكونات يتقلاو مع بعض على نار هاديه. بعد ما تقلاو جميع المكونات مع بعض واخذ الحملون، نزيد عليه الطماطم المطحونة. أنا الطماطم هنا حطيتها في ماء ساخن لمدة دقيقة أو دقيقة ونص. بعد ما تخرجوها من الماء الساخن تلقاو اللي القشرة متاعها تتنحى معاكم فاسيلمو. وبعد حطيتها في الميكسر وطحنتها، يعني سهلة مهلة العملية، ما تطلبش برشا وقت ولا حاجة. هنايا نخلي المكونات كامل يتيبوا مع بعض، نغطي الطنجرة تاعي، وبطبيعة الحال إياكم ثم إياكم تزيدوا لها الماء، خليوها هي راح تطلق الماء نتاعها. دوك خليها تطيب لمدة على الأقل نصف ساعة. هنايا في طبق البيركس نتاعي حطيت 6 ورقات من اللازانيا، يعني على حسب التقريب الطبق نتاعي يعمل 35 في طول و25 في العرض، يعني طبق كبير شوية لا بأس به، لأنه النهار هذا كانوا عندي ديزانفيتي. دونك أول حاجة نقوم بها هي نحط أول طبقة من صلصة البولونيز ونحاول نوزعها على كامل لا سيرفاس. نحاول نوزع الصلصة متاعي في الأماكن كاملة، ما نخليش فراغات. من بعد ما وزعت الصلصة البولونيز مليح على طبقة اللازانيا، نزيد عليها
طبقة من صلصة البشاميل اللي سبق لي وحضرتها معاكم، نخلي لكم الرابط متاعها في صندوق الوصف من تحت. انا فرانشمون نعمل هذه صلصة البشاميل بالنشاء، تجيني صلصة خفيفة، وسورتو يعني كي ديروا طبق معجنات او غراتان تجي رائعة 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 في الذوق. نصحكم بها، نصحكم انكم تجربوها. استسمح منكم لاني ما قلت لكمش في المكونات ان نستحق صلصه البشاميل. بطبيعه الحال الناس اللي كنت تعرف اللي لازم تجي بالبشاميل، انا نسيت ما قلتها لكمش، نستسمح منكم مره اخرى. ومن بعد نعود نحط طبقه اخرى من اوراق اللازانيا. انا طبق اللازانيا نعمل فيه 3 طبقات من معجنات اللازانيا او عجينه اللازانيا، ما نحبش نكثر فيه برشا. وبعد نحط عليها طبقة من صلصة البولونيز وطبقة من صلصة البيشاميل، وآخر طبقة راح تكون هي ورق اللازانيا. يعني نغطي كامل لا سيرفاس بورق اللازانيا، ثم نزيد عليها كوش يعني سميكة من صلصة البيشاميل. يعني كل ما تبقى من صلصة البيشاميل نحطه في آخر طبقة. إذا كان سبق وشفتوا لا غوسيت نتاع لاصوص بيشاميل، شفتوا لي أنا ما حطيتش فيها جبن مبشور أو فرماج غابي، لأنه أنا في الأطباق متاعي أو بيان في توسكي غراتان أو دي بات اللي يدخلوا هكا للفرن، نحب نحط الفرماج غابي في اخر في الاخر، يعني نرشه على سطح الغراتان. هنايا كما راكم تشوفوا حطيت طبقه سميكه من صلصه البشاميل، وراح ندخل الفرن متاعي اللي سبق لي وسخنته على 180 درجه لمده تتناسب حسب نوعيه اوراق اللازاني وحسب الفرن متاعكم. هنايا 5 دقائق قبل ما نخرج الطبق متاعي من الفرن، يعني نحط عليه الجبن المبشور. كما راكم تشوفوا بدات تاخذ لون شويه ذهبي من الفوق، انا نحبها تجي كروستيانت من الفوق، تجي لذيذه للغايه. دونك نحط اون كوش متاع جبن مبشور، بالنسبه لي انا ما نحبش نحط الجبنه المبشور من الاول كي ندخلها للفور لسببين. هو السبب الاول باش ما يتحرق ليش، والسبب الثاني نحطه في الاخر باش يقعد توجور محافظ على الطعم نتاعو ونكهته. دونك هاو ليكم طبق اللازانيا نتاعي طاب وجد، خليته برد شويه ومن بعد قطعته. نتمنى الوصفة تاع اليوم نالت رضاكم وعجبتكم. إذا كان عاودتوها ما تنساوش باش تبعثوا لي فوتو على الفيسبوك سوري سور لو غاتو. جو في دي نورم بيزو، جو في دي على بروشين دون اون نوفيل فيديو إن شاء الله.